مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج اللامولاتي، وغادي نمشيو مباشره شيوات اللامولاتي. اليوم غادي تشارك معنا سيده فاطمه من قنيطره، اختصاصيه في الطبخ والحلويات. صباح الخير لا فاطمه. صباح الخير. كي صبحتي على خير؟ الحمد لله. الحمد الله يبارك فيك. الشكر لله. بارك الله فيك، مرحبا بتواصلك معنا ومرحبا بك في اي وقت في برنامج اللامولاتي. على كل سيده كتعرف شي حاجه ما تبخلش بها علينا. بارك الله فيك، الله يعطيكم الخير. شكرا لك بزاف. شرف لينا والله. بارك الله فيك، شرف متبادل. شكرا لك بزاف فاطمه. الحمد لله والشكر لله. نبداو على بركه الله، تفضل فاطمه. نبداو بحويجات بلديين. اي ان شاء الله. ولا مثلا حلوات راس العام ولا شنو بغيتي؟ واخا اللي بغيتي. بلدي احسن. يلا تفضلي. باش نبداو بواحد جيكو كاراميليزي. جيكو. جيكو معسل. إيه. واخا. كناخذو جيكو دابا نعطيك الطياب ديال المناسبه. إيه. ما تقلعوش من اللحم بزاف، ولا بغات تصوف في الدار تاخذ مثلا غير ربعه وتنقص المقادير. إيه واخا. كناخذو جوج كيلو ديال اللحم جيكو صحيح. كناخذو نص كاس ديال الصلصه ديال الصوجا، الملحه ما نقويوش، جوج كنور محكوكين، دامة ديال البنه، جوج دامات البنه. اييه. جوج معالق كبار ديال الكيتشوب. جوج معالق كبار ديال الكيتشوب ياك. نعم. جوج معالق كبار ديال العسل يكون ما فيه حتى السما، حيت كاين فيه الحامض ديال الليمون يعني عادي. 100 غرام ديال الزبده ذايبه، معلقه كبيره ديال السنيده. كنخلطو هادشي وكنرقدو فيها اللحم يعني تليله. قلتي لنا جيكو معسل فيه جوج كيلو ديال اللحم تقريبا من جيكو، ونص كاس ديال صلصه الصوجة، وشويه ديال الملحه، وجوج دامات ديال البنه محكوكين، وجوج معالق كبار ديال الكاتشب، وجوج معالق كبار ديال العسل عادي بلا نسمه، و100 غرام ديال الزبده مذوبه، ومعلقه كبيره ديال السنيده. نعم. اييه تفضلي. كنشرملو هاد الليله كامله. والغد كنديرو في البابي الومنيوم فوق الكاغيط، وكنلويو الجيكو كندخلوه. اييه. وكنخليو ديك الصلصه اللي بقات لنا في البانيو كيتحمر الجيكو كيكون قرب يطيب، كنهزو من داكشي مره مره وكنسقيو كيولي اللون ديالو حمر غادي للكحوله. اييه. ملي كتجي كتاكلي فيه كتلقى الداخل حمر وبرا اللون ديالو مغير. اييه محسن. يعني كيجي زوين. واخا. وتقدمي بشويه التفاح خضر والجولدن والحمر. قطعي طريفات السيت عاد تشكلو وتذوقو بالتفاح يعني ما طيب ما والو. يجي زوين. اييه التزيين كيبقى اختياري مهم، هو الاساس ديال هذه الوصفه. جيكو معسل الله يعطيك الصحه، هذا بالنسبه للمناسبات والاستقبال الضيوف. اييه. نعطيك حبيبه واحد الطبيسي اللي عندك شي مناسبه بغيتي تزوجيها، ولا عندك شي مناسبه كبيره بغيتي تفرحي بالضيوف، كتاخذي واحد 3 كيلو ديال الحم بكري. انا غير كنبسط ورا التفصيل خصو يكون كثر، انا غير كنخدم المستمعين. اييه واخا. اييه كيف قلتي لا بالنسبه هذو المناسبات هادشي معروف. المناسبه تخبرها ديال السيده. الحمد لله كرماء. حيت حنا ملي كتقول لنا المناسبه واخا نتسلفو غنديروها. اييه فعلا. يعني والعادي راه كناكلو عادي في يوميا. كناخذو اختي اللحم نديرو حنا غير 3 كيلو كري. أيه. المعدنوس مربط ماشي القزبر. واخا. البصله مشلضه. رقيقه. اييه. ثلاثه التومات. اييه. حامضه مرقده كلهم قطع رقيق وقبل قشره باللب، تحيدو غير العظام. اييه. مليحه. شويه الابزار، شويه سكينجبير، يعني نعطي غير ما كتعطاش السيده تذوق وتزيد وتنقص. الزعفران حر. ايه. الملوين. ايه. يعني اللي بغاه حرقو. ايه. ثلاثه الورقات سيدنا موسى. نص كاس زيت بلديه وروميه مخلطين، هادشي كله يتخلط ويترقد فيه اللحم، ضروري اللحم ولا الدجاج كيترقد. اييه قلتي لنا 3 كيلو ديال اللحم ديال البكري، وعلى حسب الضياف يعني ممكن نزيدوا المعدنوس بوحدو مربط، وبصله مشلضه رقيقه وحده، وثلاثه دريسات ديال الثومه، وقلتي لنا حامضه مصيره مقرده كامله يعني باللب ديالها وبالقشره ديالها مقرده رقيق. اييه. وفي العطريه قلتي لنا الملح والابزار والسكينجبير والزعفران الحر والخرقوم البلدي وثلاثه الوريقات ديال موسى، ونص كاس مخلط ما بين زيت روميه وزيت بلدي، هذه الشرمولين نرقدوا فيها اللحم. صافي والغد كنديروا نص سطرة الماء ما كنقليوش. اييه. كنكبوا نص سطرة الماء في كاتاكلة اللحم ونبقاو نقلبوا اللحيمة حتى كتحمر. يعني تعسل في مرقتها يعني خط البصلة تذوب والمرقة تجي نقية. اييه. حتى السيدة لا قدرت تصفيها من تبغي تغرفها تصفيها، من تبغي تحط اللحيمة وتحط لاصوص ضروري تطحنوا في الطحنة تمرطشي لها بغات تصفي. اييه. تجي مرقة نقية والطبسين نقي. كناخذوا اختي التزيين. كناخذوا شويه البرقوق. اييه.
شويه الليمون داك الصغير معسل، راه كاين واحد الليمون صغير معسل كيتباع كلشي عند العطار. اييه كناخذ شويه ديال الكيوي قلنا البرقوق، قلنا طرفه القرقع صحاح. اييه قرقع صينين. نعم الاناناس حتى هو معسل. وكناخذ البيض السمان. البيض ديال السمان واخا. الطريقه ديال التسال شويه الماء شويه السكر والزبيده، ضروري الزبيده باش يبقى داك الشيء طري. الماء وسليده وشي معلقه ديال الزبده. نعم. اييه. كيتعسل هذا الشيء والبيض كيتنقى. ملي كنحطوا اللحم في الوسط كنكب عليه لاصوص ديال المريقه فوق اللحم ماشي في الطبسيل باش تهبط غير ديك المرقه صافيه وداك الشيء اللي كيبقى فوق اللحم. كندوروا بالاناناس فوق اللحم وكل اناناسه كنديروا فوقها نص قرقعه. هذاك الاناناس المعلب ياك حتى هو نعسلو بنفس الطريقه؟ لا هو كيتباع معسل ديال الصيب، راه كاين خوخ كاين جميع انواع. انا عاد فضلت الاناناس اللي جلسي هكذاك. اي اللي تيكون يابس اللي تيكون الكيوي والاناناس. هذاك الاناناس ديال الحكره ما كيتخدرش به. واخا يعني راه كيجي لي سلاد مثلا لي كلاص يعني. يعني كتكلمي على الاناناس والكيوي اللي كيكونوا يابس. اي اللي كيتقدم مع الفاكهه في الطبخ يكونوا دوائر كبار، ولكن هادو تيكونوا شويه قاصحين هاد الكيوي والاناناس. غنكبوا لهم المطيب غنركبوا في البلاصه هكذاك. يعني تنزلوهم في المطيب طيبناهم بالماء والسكر وسنيده. واخا صافي كنديروا الاناناس الفوق دوائر. كنديروا كل دائره فوقها نص قرقاعه، وتحت الطبخ كنديروا بيضه وبرقوقه، بيضه السمان مع برقوقه، وكنزيدوا الفوق الجنب ديال الاناناس كنديروا الليمون كيجي اورونج كيعطي منظر زوين. اورونج وحده كيوي. وانت عندك اختي طبق زوين، واللي بغى تزيد تجتهد تحمر الجنجلان بيد. اييه وديروا في الدا وتنفخ، غادي يجي الطبسيل كله غير شويه ما تقويش، غادي واحد الشغل في الطبسيل زوين فعلا. دابا مزيان عطيتينا الطريقه بالنسبه للكيوي والاناناس اللي تيكون يعني مجفف مباشره الى درناه مع الماء والسنيده والزبده صافي كينزل. كيهبط دغيا. واخا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي. نعطي واحد النصيحه للسيدات اللي ما كتعرفش تصاوب الدغميره للدجاج ولا اللحم. اييه مثلا عندها ثلاثة دجاجات، غنعطيكم الطرق ان شاء الله في هذه السيمانة ديال الدجاج انواع باش السيدات كلشي ما كيفهمش على الدجاج. السيدة المبتدئات ديال البصلة في الكسكاس يعني القدر اللي بغات، ومين تفور ما تخليهاش تفور بزاف، شوية تنزل وتطحنها في الطحونة في مطيشة وتنصب الدجاج ودير ديك البصلة فيها، راه غتغمر ليها مع الكبيدة والقنيصة راه غادي تغمر. واخا غير عاودي شرحي لنا، قلتي لنا البصلة نديروها في الكسكاس ياك؟ في الكسكاس حتى تبدا الطحنة تفور. طاحونه اليد طاحونه ماتش ماشي المولينكس. اييه طاحونه ديال يدينا. اييه كنطحنوا بها زمان. اييه طحنها وتنصب بها دجاجه هكذاك. يعني عادي راه كتغمر. ودابا نعطيهم طرق ديال الدجاج الساهل اللي ما غيهزوا ما يقلبوا لا ورنيشان في طنجره. واخا تفضلي اختي. نعطيك بيبي عامر. اييه ولا بزاف ولا ناخذوا الا سمحتي، بما انه المستمعات كيطلبوا هاد الدغميره ديال الدجاج، عطينا كيفاش كتنصبي انت الطريقه ديالك، الطريقه ديال الدجاج ديال الاعراس. واخا حبيبه نرقدوا الحامض هو الاول، سيدات الحامض ترقدوا اليوم غدا طيب به، جربي اختي اليوم غدا طيب رد عليا الله يرضي عليك. واخا كيفاش الحامض مصير؟ اييه الحامض كنغسلوه البلدي ولا الرومي اللي موجود عند السيده. اييه كتغسلوه كدير طنجره فيها الماء يغلي وكترمي ذاك الحامض يغلي في الطنجره. هادي فوم صحيح ما مقطع لا والو. واخا يعني حامضه صاينه مصيره نغليوها في الماء في الطنجره واحد 10 دقائق في الماء تقيتها تلقاها بحال البونجا كتخشى. اييه كنهزوها كنديروها في القرعه ولا في الطيل ديال الميكا ولا القرعه الدجاج وندكوها، يعني ما نخليوش الهواء بيناتهم، ونخويو على ذاك الماء طايب. وكنسدوا القرعه، يعني ذاك الماء اللي طايب باقي سخون نكبوه في القرعه. اييه ونديروا فوق ذاك الحم نسدوا القرعه مزيان. ملي كتبغي تحلي القرعه ما كتحبش كتلقاي ذاك النفسه في تسدات ذاك الماء طايب والحم مزيان. اييه كنخليوها 4 ايام كتحليها، اللي بغات دير فيه الملحه دير، اللي ما بغاتش لا. وديما السيدات كينساو الملحه في الحامض وكيملحوا كيجي الغدا مالح. ديما مشاكل الملحه كنلقاو عند السيدات في العراس كنلقاو الجاج مالح. دي ما ديرش كاع فيه الملحه ما ديريش، هو من 4 ايام بديت نصبي به. واخا يعني مفهوم؟ اي مفهوم. ان شاء الله ناخذوا مثلا 4 دجاجات. اييه كنغسلوهم بالليمون اللي كناكلو. هكذاك. ونطحنوا البصله حمراء ونفركوا بالليمون اللي كناكلو والبصله ومليحه، راه ما كتبقى فيه حتى ريحه الشوائب حتى من الحامض. يعني كتفركيه مزيان بالليمون اللي كناكلو والبصله وشويه الملحه.
وانا الغسيل هو اللي كيصب دجاج في الطبيله، ما كانش مغسول وتعيم ديال العطريه ما كيجيش زوين. كاين واحد الحويجات في الفخاد خصهم يتحيدوا بحال البولات كيدوزو بالماء ضروري هذوك هما اللي كيدفقوا الماء كيتحيدوا. تخشي السجاده وتحط بالملحه وتحيد والدجاج هو تسقطر. كناخذ غسيل بصيره في 4 دجاج غير بصيره صغيره ومعلقه واحده الربع ماشي بزاف، والملحه سكينجبير البزار من قشيرة الحامض خفيفة ماشي البيض غير ديك الجلفة الفوقانية وحامضة معصرة وحامضة من ديك اللي رقدنا نحيدو لها غير العظم ونقطعو كلشي ونطحنو في الخلاط. الخلاط اييه خاصو يطحن ولي بيغي. يعني بصلة وحدة ومعلقة صغيرة ديال الربيع وشوية ديال الملحة وسكينجبير والابزار وشوية ديال السمن وشوية ديال القشور ديال الليمونة ياك؟ الحامض وياك قشور ديال الليمونه قلتي لنا محكوكه واحد شويه لا الحامض هكذاك القشور ديال الحامضه محكوكه وعصير عصير الحامضه خضراء وعصير ديال الحامضه نعم وهذيك الحامضه المصيره اللي رقدنا ناخذ وحده هادشي كلشي كيطحن نحيدو العظم ونطحو كلشي يطحنوا لي بيغي جيل ما يكونش قاصح ولا باقي هذا والزعفران الحر اييه واخا وكنفركو الدجاج مزيان من الداخل من برا وكنكتفو وكنخليو نديرو البصله ديالنا مثلا في الدجاج نديرو 4 كيلو ونطحنو ونرميو في الطنجره نديرو اختي شويه السمن زويته ومن ديك العطريه اللي واخا غير بشويه علينا لاله فاطمه دابا حتى انت تبارك الله مستانسه بهذا الطبخ ديال وربما المستمعات يبغيو يسجلوا قلتي لنا 4 ديال الدجاج ديال تقريبا 4 كيلو ديال البصله ياك؟ ايه ونفوروها البصله حتى هي كتفور ايه كيف عطيتينا في الطريقه وطحنوها ونديروها مع الطنجره مع الدجاج ديالنا ونرجعوها اييه السيده اللي ما كتعرفش طيب دجاج بزاف في الطنجره تخلي طيب غير نص طيبه وتحيدو وديرو في الفران في الفران اييه باش ما يتحلها ما والو كمل الطياب وهي من النصيحه يبقى احسن في الفران كيجي تلديد ونوريك الطريقه كيفاش غادي تلدي اكثر يعني المستمعات اللي ما عرفوش وخافوا لي تحليهم وعندهم شي عراده نص طيبه صافي وحيدو وديرو في الفران يتحمر انا مثلا عندي فران ديال الضو كندير كلشي في الفران ما كنطيبش في الطنجره لا اللحم لا الدجاج من بعد نعطيكم واحد الوصفه واخا ان شاء الله السيدات اللي عندها الطنجره اللي عندها الفران دير كل شيء وتخليه يطيب في الفران تغطيه وتبقى تسقي فيه وتعسلو هو في الفران يعني تمشي بنفس الطريقه وتغير هو يطيب في الفران نيشان نفس الطريقه نفس النصيب هو يطيب في الفران غير الطريقه عاود نكملوا بعد الطنجره واخا ان شاء الله تفضلي وناخذوا الدجاج نديروا في الفران ندهنوا الطاوله شويه زبده ونحطوا الدجاج ونخليوا هذيك الدغميره تغمر ونهزوا منها شي واحد زلافه ولا زلافه ونص ديال ديك المريقه نحطها جانبان ونقطعوا البنصه والكبده نبوشيهم في الورقه سيدنا موسى ومليحه صافي وكنرميهم في الدغميره نخليو العريانة نبقاو نشحروا اييه دابا مفهوم مفهوم هذيك المريقه اللي خلينا حيت الدجاج خلينا باقي ما طايبش كنزيدوا فيها سمينه وكنزيدوا فيها شويه الزعفران الحر شويه الزبده علاش الزبده كتخلي الدجاج رطب هي والحامض معصر ونزيدوا شويه الحامض الخضر الحمض اولا كيعطي داك اللون الاحمر البريون زوين وكيرطب الدجاج ما كيبش الدجاج في الفران ونشدو مغرفه ونبقاو نسقاو الدجاج من الفوق نبقاو نسقاو من الفوق ونغطيو بهذا الزبده والسمن نعم بهذا الزبده والسمن هي وديك المريقه هذيك المريقه اييه صافي كتبقى تسقي حتى كيتحمر هو في مره كتسقي في الربع هو طاب مزيان دغي ما دارت مزيان كتزيد الدجاج كتحطيه في الفاز وكتحطي عليه في ديك الدغميره وكديري الزيتون من بعد غنعطيكم بنوكه ونعطيكم ان شاء الله الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الله فاطمه نمشي معكم شويه شويه هادشي اللي كاين بارك الله فيك انا فرحانه بزاف يعني كنسمع العيالات كيطلبوا طلبات في اذاعات اخرين وكنبقى نتعصب لا لا ان شاء الله يا ريت كل عيال يسمعوني مرحبا لاله فاطمه شكرا لك بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم واكيد ان شاء الله نبقاو دائما في تواصل معك تحيتنا لفاطمه اختصاصيه في الطبخ والحلويات بالقنيطره واللي اكيد ان شاء الله غادي نزيدوا نسقوا معها اسبوع بالكامل باش تعطينا باستفاضه هاد كل هاد الاقتراحات بالاسرار ديال الطبخ كيف ما قدمتهم لنا اليوم